مهرجان كارتاج بالنسبة لتونس هي سيريز مهمة، تحب تحس تشم في ريحة البلاد، هي الثقافة، هي الأصالة، هي التفتح، هي تلقى فيه للكبار والصغار، تلقى فيه كما قلت لك التكريم للعبيد اللي عطات للفن، العبيد في المسرح، في السينما، في الموسيقى، في كل شيء. ما تصورش تونس من غير فيستيفال دي كارتاج، ولا عبارة سيف من غير بحر، ولا تونس من غير ياسمين. في تقديري كمهنتي كمخرج حاولت قدر الامكان كونوا نشتغل على هالاحساس المتدفق حول محطات مهمه من الذاكره الموسيقيه الوطنيه التونسيه من خلال يعني محطات تحيلنا الى كيف ما قلت فترات مهمه. عرض اليوم عشنا فيه يعني ما احترمناش التقسيم التاريخي لكل غناء وقتش جات ولا تولدت. أغنية تونسية كانت مخدومة بروح جديدة، بستيل جديد، بتوزيع جديد، بإيقاع جديد، ريتم جديد ما نش متعودين عليه. التونسي يحب الزهو، يحب الريتم المحرحر متاعنا. التونسي يحب شتيح كارتاج. ظهالي شاف برشا حفلات اللي شيخ فيهم، فهمتني؟ هذه نظرة جديدة أنا أشوفها، نظرة جديدة للفن التونسي وتاريخ فن تونسي.